وحصل ضرب نار؟ ضرب نار ايه يا فولي بيه؟ ما كان زمانك سمعته. وعدوا ازاي من البوابه الالكترونيه؟ وفين السكيورتي؟ الكترونيه مين والسكيورتي ايه؟ دي باين عليها كلها مناظر. طب والبوديجاردات اللي بينحفوا من حسابات كل شهر على قلبهم قد كده؟ ما هو لولا مدام شريفه سيطرت على الموقف كانت حصلت مذبحه. شريفه دي ست قويه قوي. خساره. خساره ايه يا فولي بيه؟ ها؟ انت هتقعدي لي هنا؟ امشي انجري على مكتبك وخدي بالك من اللي بيحصل وتكون عندي الاخبار اول باول، فاهمه؟ بابا فين يا مدام شريفه؟ في ايه يا مدام شريفه؟ بابا في مكتبه والحمد لله بخير، مفيش اي حاجه. امال ايه اللي بيحصل ده؟ وايه الناس دي كلها؟ كان مجرد سوء تفاهم وعد. وفريد بيه دلوقتي في مكتبه ومجتمع مع سعيد بيه عمران، وان شاء الله يكون خير. ال 500 الف سهم اللي عندك واللي انت نزلتهم البورصه النهارده واللي انت عارف ان بنزلهم البورصه والسهم مضروب للدرجه دي، هجيب السهم الارض وهتبقى كارثه، هتوصل لافلاس المجموعه بتاعتي وخراب بيتي وبيت شركاتي والمساهمين الكبار والصغيرين كمان. طيب قول لي واللي مطلوب ايه بقى؟ تسحب الاسهم من البورصه وحالا. ده امر بقى ولا حاجه تانيه؟ ده سمح الله يا فريد بيه، اعتبره رجاء يا سيدي. ولو كنت فعلا محتاج تبيع الاسهم استنى عليهم اسبوعين ولا ثلاثه لما السهم يشد شويه ويبقى اعلى من قيمته الفعليه، وساعتها بقى بالتاكيد هتكسب فرق السعر. طب يا اخويا بدل ما انت جاي بتترجاني ان انا اسحب الاسهم من البورصه، طب ما تنزل انت البورصه وتشتري الاسهم، والاسهم سعرها هيرتفع بعد اسبوعين ثلاثه زي ما انت بتقول، وهتستفيد من فرق السعر. انت عارف أزمة السيولة اللي أنا فيها. طب أنا بقى عندي اقتراح وهيعجبك، هيعجبك قوي. إيه رأيك أشتري منك حتة الأرض اللي على الكورنيش في طريق المعادي والمصنع بتاع 6 أكتوبر، وتبقى كده يا عم حلت لك أزمتك. أنا لا عندي أرض ولا مصانع للبيع يا فريد. خلاص، وأنا أسهمي ملكي وأنا حر فيها. أنزلها في البورصة وقت ما يعجبني. ده آخر كلام عندك؟ بقول لك كلمتين قبل ما تمشي. انت اصلك ما فكرتش كتير بتنافس مين. فريد الجوهري ما اتخلقش اللي يقدر يقف قصاده ويحط راسه براسه. مش يمكن الراس اللي انت بتتكلم عنها دي يا فريد بيه تطير قريب؟ بقول لك ايه، انت تاخد البلطجيه بتوعك من قدامي، والا قسما عظما هبلغ البوليس اقول لك انك انت اقتحمت مكتبي وجاي تقتلني. ماشي ماشي يا فريد بيه، أنا خارج، بس اللي ما نجحش يعمله غيري ممكن أنجح فيه أنا، والأيام بيننا. ده إذا كان في عمرك أيام جاية يا فريد يا جوهري. يلا يا رجالة اتفضلوا يا جماعة الأماكن. خير يا مدام شريف؟ أنا أول ما عرفت اللي حصل رميت اللي في إيدي وجيت جري. معقولة يا أستاذ فولي؟ معرفتش بالحكايه اللي حصلت الا بعد ما الحكايه خلصت والخطر زال؟ ظلماني دايما يا شريفه. مدام شريفه لو سمحت. انا كان قصدي يعني نشيل الكلفه و وايه؟ انت عارفه الباقي وعارفه انا قصدي ايه. انا بقول يا استاذ فولي حضرتك تقدر تروح مكتبك تشوف شغلك او ادخل لفريد بيه عشان تطمن عليه. انا مش عارف ليه هوايتك المفضله دايما انك تكبسيني. عموما انا مش هفقد الامل. يا شريفه، الاستاذ الفولي واقف عندك بيعمل ايه؟ انا كنت جاي اطمن على جنابك يا باشا. اديك يا اخويا اطمنت، اتفضل روح بقى على مكتبك وشوف شغلك. اوامرك يا باشا. الورق ده عشان فريد بيه عايزه حالا. 10 دقايق ويكون جاهز يا مدام. بس ايه يا ميرف؟ في ايه؟ مفيش حاجه، بس ممكن اتلم على نفسي الاول لان اللي حصل النهارده شيء مرعب جدا. بابا فريد بيه، تسمح لي اسال حضرتك سؤال؟ خير يا باشمهندس. هو اللي بيحصل ده بيحصل ليه؟ انت مش عارف اللي بيحصل ليه؟ انت مش عارف ابوك ده يبقى مين؟
أبوك رجل أعمال ناجح ومشهور، الناس كلها بتحسده، ودي بقى ضريبة النجاح اللي لازم تحافظوا عليها زي ما تحافظوا على نفسكم. أيوة بس في ناس ناجحين كتير ما بيحصلهمش اللي بيحصل لنا ده. مش كل الناس فريد الجوهر يا صاحبي، أكبر واحد فيهم ما عملش 1% من اللي أنا عملته. أيوة بابا، بس حضرتك وإحنا برضو محتاجين نعيش في أمان. وإنت يا رياس يا أحمد مش عايش في أمان؟ ليه؟ الثروة موجودة، النفوذ موجود، النجاح موجود، هم دول اللي بيجيبوا الأمان. يلا 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 روح أشوف شغلكم. يلا يلا يا ساحر، حلم بيزة علي أنا واخد على خطر قوي. لا بتكلمي وليد ولا بتسألي عنه ولا حاجة. ما هو أصل ضغط الشغل كان كتير قوي الفترة اللي فاتت وما كانش عندي أي وقت. خلاص تليفونه كلميه، خدي منه معاد، كان النهاردة ولا بكرة، وعزميه على شاي. وأقول لك حاجة وهتنسي، خليه يوصي والده قوي في صفقة القمح اللي أنا كلمتك عنها قبل كده. حاضر يا بابا حاضر. إيه ده؟ أنت اللي بتفتحي؟ أمال البنات فين؟ اتفضلي. فاتن مع خطيبها بيحضروا شوية حاجات للعفش بالجهاز، وفريدة في الكلية زمانها جاي، إن شاء الله يرجعوا قبل ما أنت تمشي وأنت موجودة. خلي المبلغ ده معاك يا فريال، وإن شاء الله هجيب لك زيه. بس كده الحمل بقى تقيل عليكي قوي يا عنايات. الموبايل ده تديه لمقصوفة الرقبة فريدة، عشان طبعا كل زمايلها في الكلية مسكين موبايلات، هي ما تبقاش أقل منهم. وقولي لها بقى لما تعوز تكلمني ترني لي رنة وأنا هبقى أطلبها. طول عمرك حنينة وقلبك كبير. رايحة فين؟ هعمل لك شاي. فريال مالك يا فريال؟ في ايه؟ لا ابدا، دي طخة بسيطة وان شاء الله هبقى كويسة يعني. طب تعالي يا حبيبتي، تعالي تعالي، على محلف على محلف على محلف. اقعدي اقعدي. فريال انتي متابعة مع الدكتور وبتاخدي الدواء بانتظام ولا لا؟ ايوه يعني، بس الظاهر الحالة متأخرة قوي. انتي ليه بس بتقولي كده؟ هو قالك حاجة؟ بيقول ان لازم عمليه ضروري في الصمامات وباسرع ما يمكن. خلاص نتكل على الله ونعملها، هنستنى ليه؟ وعلى ايه؟ الاعمار بيد الله. هو نعمه بالله، بس لازم نعمل اللي علينا والباقي على ربنا. ما انت عارفه يا عنايات تكلفتها كبيره قوي. اتصلي بالدكتور وشوفي العمليه هتتكلف قد ايه وقولي لي، وان شاء الله ربنا هيسهل. لا يا عنايات لا، لغايه كده وكفايه. أنا إذا كنت حامل العملية هستنى دوري وأعملها في أي مستشفى حكومي. لا يمكن، أنت هتعملي العملية فورا وفي أكبر مستشفى وأحسن دكتور هيعملها لك. ما تعتليش هم. أنا مش حاملة هم غير البنتين يا عنايات، لو جرى لي حاجة ما لهمش حد في الدنيا غير ربنا وأنت يا عنايات. خلي بالك منه. أقولك إيه بقى، أنا ما بستحملش، وبعدين أنا دمعتي قريبة، إن شاء الله هتخفي وتقومي بالسلامة، هتجوزي بناتك وهيخلفوا وتشيلي خلفتهم وتجوزي ولاد ولادهم كمان. خلاص يا عنايات أنا بقيت كويسة، هقوم أعمل لك الشاي. لا 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 خليكي مستريحة، أنا اللي هعمل الشاي بإيدي، هو أنا غريبة؟ خليكي مستريحة. اعمل لك معايا كوباية نعناع. زغلول انت لازمك زغلول. صباح الفل يا باشا. فل فل ايه في الدوشه دي؟ انا مش عارف انام. ان شاء الله بكره باشا هنتصرف في الموضوع ده. انا في دلوقتي هتجنن عشان انام. حاضر يا باشا. انت والدتك يا حسام. بنتي يا ناديه، بس التمثيل اللي عندك ده، تعالي شوفي اللي بتعمل عليا. دول بقول لك ايه يا ابن ام زغلول،
وقف حيوك واتكلم عادل احسن عامله يا ست منادي. انا قصدي بس الموضوع لا بس ولا بس. بس يا حبيبي انا قاعده ببيتي ملكي فاتحه الباب علشان يجيب لي شويه هوا، علشان انا ما بحبش هوا المراوح ولا التكييف. انا حره قاعده في ملكي، واللي عاجبه يقعد يقعد، واللي مش عاجبه يرحل. يا بنت اوعى يا بنت. ايه ده ايه ده؟ امشي امشي. هدوء يا مدام، انا محتاج انام. بسم الله الرحمن الرحيم. هما بيطلعوا امتى يا مدام؟ اتهني في اختراع اسمه المطبخ. وبعدين صراحة مش لطيفة بالمرة، يا ريت تلمي الأطفال دي وتقفلي باب شقتك وتعملي الملوخية دي جوه المطبخ. وبحذرك مش عايز صوت عالي عشان أنا محتاجة أنام. نامت عليك حيطة يا بعيد. أنت يا جدع أنت حتة الضيف جاي عند المدعوق ده، وبعدين ده بيتنا براحتنا نقعد فيه ونبرطع زي ما احنا عايزين. بقول لك يا مدام. مدام؟ مدام ده إيه يا أبو مدام؟ شايفني اخويا لابسه ستريتش وعامله شعري اصفر عشان تقول لي يا مدام؟ المدام قال حكه. يا ماما خلاص بقى كفايه كده. يا بنت اسكتي انت وهي بقى. بالراحه على العيال، خلي في قلبك مروه. مروه؟ هقول لك ايه؟ انت ما يتقلكيش حاجه خالص خالص. ست غريبه جدا، مش ممكن. وكان بيمرضى بيقول ايه ده يا بنت؟ ولا حاجه يا ماما ولا حاجه. معقوله يا زغلول لسه في ناس بالشكل ده؟ روق بس يا باشا. بص يا باشا، في كل ودن قطنا ومش هتسمع اي حاجه. لا خلاص النوم راح، انا هدخل اجيب البشكير واخد حمام. طب يا باشا عبال ما حضرتك تاخد حمام انا هحضر لك احلى فطار في الدنيا. عمرك يا باشا. دلوقتي الميه اتقطعت، الشامبو على دماغي والصابون بدا يخش في عينيا، اعمل ايه؟ لا مؤاخذه باشا، في تحت الحوض يا باشا بستله حلوه كده. يعني ايه بستله دي؟ قصدي صفيحه يا باشا. جنب الصفيحه على اليمين يا باشا في كوز، خد الكوز يا باشا وصب من الصفيحه وادلق يا باشا. انا استحمى بالكوز؟ الفطار جاهز يا باشا. ماليش نفس يا باشا. ده مش كويس عشان صحتك. وبعدين بقى ابعد عني دلوقتي يا زغلول. طب ممكن اعرف يا باشا بس يعني حضرتك متضايق ليه؟ يا سيدي ابعد عني، قلت لك ابعد عني دلوقتي يا زغلول بقى، سيبني. ماشي يا باشا تحت امرك. زغلول. نعم يا باشا. ما تزعلش مني. افطر انت عقبال ما اغير هدومي بسرعه وننزل نتهوى شويه. وتعتبر اسواق الخيط في البحر المسود من العوامل الفعاله للاقناع بالعدول منها. سوري على اللي حصل. سلامتك من التنقيده يا روح حمد. مالك يا بيت؟ ولا حاجه يا ماما، ما فيش. وبعدها لك يا فاطمه. يا بنت بعد عني. يا بنت سيبيني، خليني اجهز العشاء للعيال. يا عم دي اني من يوم ما وعيت على الدنيا واني بحب شوقي، ومن حق اخاف عليه، ومن حق المرحوم ابوه عليه انه ياخد بطاره، ومن حقه على نفسه، ومن حق اخواته وعيلته عليه انه يرفع راسه وراسه. الكلام ده لو كان اللي اسمه الجهري قتل المرحوم صح؟ قتلوا يا فاطمه وشبعوا قتل. دم المرحوم في رقبه الجهري، وابوك وجوزك خبرين كيف قتل الغالي. اني اللي اعرفه عشان ارض المرحوم لما جت تتباع في المزاد. ليه؟ وانا اتجننت في عقلي لما اقول ان قتله بس عشان اشترى ارضه لما جت تتباع في المزاد؟ لا يا فاطمه. شوف يا بنتي، الجهري والمرحوم عمك عبد الحميد كانوا اكبر اتنين بيستوردوا خشب في البلد كلها، وكانت المنافسه شديده قوي بينهم، وياما حاول الجهري يضره لكن كانت تخيبه معاه عشان المرحوم.
كانت نيته سليمة وبينه وبين ربنا عمر، لكن الجهري كان راجد له في الخن لغاية ما عرف ان المرحوم جياله رسالة خشب كبيرة قوي قوي كان مموله فيها البنك، استنى عليه الملعون لغاية ما شون الخشب في المخازن وهوب شالت حريقة كلت الخشب كله وتقيدت ضد مجهول، مع ان المجهول ده معلوم بالقوي لكن ما حدش عارف يمسك عليه دليل واحد. المرحوم الغالي طب من طوله واقع جاله شلل، والبنك حاجز على الارض، ويوم البيع اللي دخل المزاد واشترى الارض كان فريد الجهري، ولما جن الخبر في البيت والمرحوم راقد عيان وعرف ان اللي اشترى ارضه فريد الجهري قالها كلمة واحدة، قال قتلني الجهري. يبقى قتلوه ولا ما قتلوش يا فاطمة؟ يا عمتي انا حاسة بيكي، بس انا قلبي وكلني على شوقي واللي مستخبيله لو حصل وراح يقتله. يا بنتي اني عارفة انك بتحبي جوزك قد عينيك الاثنين واكتر، لكن انت مهما تحبيه مش هتحبيه قدي. هاني امه البكري اول فرحتي وفرحة عمك المرحوم عبد الحميد لكن اني مين اللي حيش في غليلي ويقول خدت الطربوي ويهدموه او يحبسوه 25 سنة يا عمتي، يضيع نفسه وتضيع ايدي. يا باشا ده ربع فنجان قهوة في خلال ساعة. ربع ولا خامس؟ انت هتعد عليا القهوة ولا ايه؟ هو البن خلص؟ لا يا باشا في بن كتير وكله فضلة خيرك. أنا قصدي أنا يا باشا يعني تفكها شوية كده. وأنا يعني لما أفكها كل حاجة ترجع مكانها؟ على الأقل يا باشا هنعرف نفكر سوا ونلاقي حل. فكرت كتير يا زغلول ومش لاقي حل، مش شايف قدامي غير اني كنت مجنون وضيعت كل حاجه. روق بس يا باشا، بقول لحضرتك ايه، ايه رايك لو نطب على الاستاذ محمود صاحبك؟ هو صاحبك وبيعزك يعني، وممكن يتوسط لنا عند اي حد يا باشا نلاقي اي شغلانه كده. شغلانه؟ اشتغل ايه؟ اي حاجه، المهم تشتغل علشان تخرج من الحاله اللي انت فيها. ايوه انا اوكي. امام غير له طقم الحراسه. بس الطقم ما بقالوش اسبوع كده هيعمل لنا ربك يا ست. الزبون عايز كده نريحه. اسحبي الطقم اللي عند شيرين بيه وبعته له، والطقم اللي عنده من بكره الصبح يبقى عند شيرين بيه، وانا هكلمه كمان شويه. ايمان تنبهي على عم بدر، الجوله الصبح اللي هيعملها على حراسات البنوك اي مخالفات يبلغني بيها فورا. حاضر يا محمود بيه، عن اذنك. يا مؤاخذة يا ابو الفوارس، احنا اللي مؤاخذة، احنا واخدينك من شغلك. ما تقولش الكلام ده فارس، وبعدين انت تشرفني في اي وقت. بقول لك ايه، خلينا في المهم، انت مقتنع بكلامي ولا لا؟ انا مقتنع، بس المهم هشتغل ايه؟ انا ما عنديش اي خبره في اي شغلانه. لا مؤاخذة محمود بيه، اصل الباشا يعني ما كانش ليه لا شغله ولا مشغله، طول عمره متعود انه يصرف فلوسه بس. ما هو عشان يبقى تفكيرنا صح يبقى لازم ننسى اللي فات. مظبوط يا ابو الفوارس؟ مظبوط. الو، اهلا يا اسماعيل بيه. اهلا. ثانيه واحده معايا. اتفضل. بكره بورسعيد؟ عددهم كام؟ خلاص ان شاء الله 8:30 صباحا هتكون العربيه والطقم الحراسه عند سعادتك في البنك. مع السلامه.
إيمان، بكرة عندنا عملية نقل فلوس من بنك الفرع بورسعيد، عايزك تتصل بيوسف حالا يجي لي عشان نجهز العربية ونشوف ترتيباتنا إيه. سوري يا أبو الفوارس. إحنا هنقوم بقى. لا رايح فين؟ هروح. تروح ده إيه؟ هو دخول الحمام زي خروجه؟ أنت هتستنوا معايا لحد ما أخلص شغل وتروح على البيت تتعشى معايا أنت وهو، مفهوم؟ وبعد كده تروحوا براحتكم. لا خليها يوم تاني. ما ينفعش الليلة يا عمدة. أيوه كده يا أخي اضحك، خلي الدنيا ترجع تضحك لك من تاني. يجي علو عامر يا سيدي. ألف هنا وشفا. عليا النعمة، أنا لما دقت أكل بالطعامة دي، إيه الملوخية دي وإيه البامية دي؟ وطي صوتك، احنا بيت الناس مش كده يا باشا. سيبنا عبر، وبعدين محمود ده مش غريب يعني. عبر يا سيدي عبر. اتفضل. محمود انا عايزك تشكر لنا المدام كتير قوي على تعبها معانا. بشكرها ليه يا اخويا؟ ما تشكرها انت بنفسك. انا بشكرك جدا جدا جدا، تسلم ايديكي، الاكل يجنن. الف هنا وشفا. ميرسي قوي. شكرا يا ايمان، تعبينك هنا وفي المكتب. لا تعب ولا حاجه، عن اذنك. مش دي برضو اخت المدام اللي انت قبل كده قلت لي عليها؟ اختها الصغيره، بس مسكينه، يا دوب اتجوزت 4 سنين، خلفت الولد وجوزها توفى، علشان كده خدتها تشتغل معايا اهو، منها تشغل وقتها ومنها يدخل لها دخل بجانب المعاش، تقدر تربي الولد كويس. وهي عايشه معاكوا هنا؟ في الحقيقه بعد وفاه المرحوم قفلت الشقه اللي كان سايبها لها وجت سكنت معانا هنا علشان الونس. احسن برضو. سوري يا ابو حنف ان انا بتدخل في حاجات يعني عائليه، بس مش عارف دايما كده، حاسس ان هي حزينه ومنطويه على نفسها شويه. اوه يا فارس، احنا كنا فين وبقينا فين؟ ده دلوقتي احسن بكتير. المهم احنا هنبدا ندور على شغل ولا لسه المزاج مش مظبوط؟ لا المزاج مظبوط، بس تفتكر ان انا ممكن الاقي شغلانه كويسه بسهوله؟ افهم الاول من وجهه نظرك، كويسه يعني ايه؟ يعني شغلانه تليبيه، مرتب يكفي مصروفي، واهم حاجه محمود برستيجي. يا فارس بلاش حكاية البرستيج دي، خلينا نحط رجلنا على أول الطريق. لا أنا ممكن أموت من الجوع إلا برستيجي. اسمع، أنا ممكن في خلال يومين ألاقي لك شغلانة كويسة بمرتب معقول، بس علشان خاطري نركن حكاية البرستيج دي ونتعامل مع الواقع. مساء الخير. مساء النور، بعد اذنك. بس عاش ونام ايه يا باشا؟ ضربت في المخ ورمت العظمتين على الاخر. طيب بقول لك ايه؟ حتتين قطن بقى كبار عشان عايز انام النهارده من غير ازعاج. انت مستني حد؟ هستنى مين بس يا باشا؟ خير اللهم اجعله خير. مساء الخير يا زميل. اهلا. مساء الخير يا ست نادية، ازيك؟ اهلا. مساء الخير. مساء النور. انا اسفه لتاني مره للي حصل من ماما. ما انتوا عارفين بقى الستات الكبيره ساعات بيبقى ليها حاجات كده. هو حضرتك بنت الست الغريبه اللي ساكنه قدامنا دي؟ هي لا غريبه ولا حاجه، اصل الباشا معلش بيحب يهزر شويه. براحته. على العموم ماما عامله لكم محشي ولحمه، اكيد هيعجبوكوا قوي. المحشي اهو واللحمه، الله من يد من عدمها يا ست ناديه، يا غاليه يا بنت الغالي والغاليه. تصبحوا على خير. وانت من اهله. تصبحوا على خير يا ست ناديه. غريبه. غريبه ولا حاجه. زائد او يساوي ايه كده؟ مظبوط. تبان عليك مخك لسع. لا باشا، اصلي كان في حسبه كده كنت بحسبها والظاهر انها طلعت صح. انت الظاهر ان الاكل كبس على مخك. لحظه واحده يا باشا. روحي واياك وان ضاعت يبقى فداك، لو تنساني وانساك وتريني بنسى. الصوت جاي من عند الست نادى. صح. بقول لك ايه؟ اتكلم حلو
احسن لك. المعلم برع يا باشا عامل تكعيبه فوق السطوح كده وقاعده معندها، هو ما بيقعدش فيها دلوقتي، انا كنت بستغلها احسن استغلال. بص يا باشا انا عازمك على كوبايتين شاي فوق على ضي القمر وهقول لك انا كنت في هواك طول حرماني اهواك واتمنى. بسم الله الرحمن الرحيم. وليه الضلمه دي؟ وديت لهم العشاء؟ ايوه. ومليتي نظرك بقى باسم النبي حرصه؟ ماما. ماما ايه يا رحماما؟ يا بنت ده انا حبيبي قديمه وافهمها وهي طايره. ده انا وابوكي ياما الكورنيش خد مننا رقات. ولما كنتوا بتحبوا بعض قوي كده اتجوز عليكي ليه؟ تفاصيل رجال. لكن هو مين؟ يلف مهما يلف عمره ما يستغنى. لكن قولي لي بقى ايه الحكايه يا بنت المعلم برع؟ حكايه؟ مفيش حكايه. حكايه ايه بس يا ماما؟ خلاص اما يجي ابوكي اقول له واحكي له وهو بقى يتصرف معاك. بابا ده حبيبي وعمره ما هيرفض لي طلب. انا بس اشاور على اللي عايزه اتجوزه وهو هيجوزهولي على طول. واللي انت عايزاه ده لقيتيه؟ ماما. وبعدين معاكي بقى اهو انت من الصبح عمال بترغي 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 لحد ما دماغي بقت قد كده وانا ولا فاهم اي حاجه. معقول يا باشا؟ انت فارس باشا اللي تفهمها وهي طايره. فري اللي اسمه المعلم برعي ده بيشتغل ايه؟ ده بنك متحرك يا باشا، حاجه كده ما تخش ذمه سعادتك بسحتوت واحد، بس من اكبر جزارين البلد. عنده محلات في شبرا وبولاء ومصر الجديده، ده غير العشر عمارات يا باشا والمزارع والفلوس اللي ملهاش اول من اخر. معقوله؟ معقوله راجل عنده كل ده وساكن في المكان ده ومتجوز الست الغريبه اللي صاحيه على الصبح بتعمل لي محشي وملوخيه؟ وهو يا باشا ما يتغيرش عنها. وبعدين على فكره يا باشا انا سمعت يعني ان هو اتجوز عليها كتير قوي، بس يلف ويلف ويرجع لها. وبعدين يا باشا يعني البيت ده هو بيتساكن فيه ده ملكه، واكترية البيوت اللي حوالين المنطقة بتوعه يعني. اما هي بقى يا باشا فهي البنت الوحيدة على ست صبيان، وبعدين اتقدم لها عرسان كتير قوي يا باشا ورفضتهم. هي طالبة في العالي قوي وباصة فوق، نفسها في واد كده من بتوع السينما كده، وسامة وشياكة. هي بقى بالنسبة لمعلم برع يا باشا حاجة كبيرة قوي، لو طلبت القمر هيجيب سفينة فضاء ويطلع يجيبه لها. وبعدين يا باشا انا شايف يعني ان الحل لقيت غطاها. حل قصدي يعني يا باشا ان اللي كانت بتحلم بيه الست ناديه اتحقق ووقعت على جدور رقبتها. يظهر ان الاكل كبس على نفوخك. على ما بسمع يا باشا ان المعلم برع كاتب لها برج كبير قوي في المهندسين 15 دور، ده غير الملايين اللي باسمها في البنك. وبعدين؟ ولا قبلين يا باشا، انا من بكره هقلب وهظبط وهتكتك المسائل لحد ما الاكله تستوي وتاكل على الجاهز يا باشا. يظهر ان مخك هو اللي عايز يستوي. على فين يا باشا؟ هبعد عن الزن بتاعك وانزل انام.
عملت في موضوع الجامعه يا شوقي؟ طلع لي قرار بتعيني معيد في الجامعه. الدكتور صبري استاذي في الجامعه جايب لي وظيفه كويسه في شركه مجولات كبيره جنب وظيفه الجامعه. واللي جاي له وظيفتين حلوين كده يبقى مبوز وشايل هم الدنيا للدرجه دي؟ المفروض ان استلم الوظيفتين في خلال اسبوع يا فاطمه. وخلال اسبوع ليه؟ من بكره تروح تستلم يا باشمهندس، ويكون في علمك في خلال سنتين ثلاثه تكون بتحضر الماجستير والدكتوراه وتاخده وتبقى الدكتور المهندس شوقي ابو الفضل. كيف يا فاطمه؟ بقول لك يا شوقي، انا هروح اجيب ابوي يشوف صرفه مع عمتي. لابوكي ولا الدنيا كلها تقدر ترجع امي على اللي في مخها يا فاطمه. واللي في مخك انت ومخاني، مستقبلك ومستقبل ولادنا. كلام ايه اللي انت بتقوله ده يا عبد الله؟ يما اخويا شوقي هو الكبير ولسه داخل دنيا، وبعدين جاي له شغلانه معيد في الجامعه وشغلانه تانية في شركه كبيره. انا بقول نخليه قاعد معاك هنا يراعي مصالحك انت ومرته واخواتي، وانا راجل زيه يما. انا عارفه انك قدها وقدود واكبر منها كمان، لكن الاحق بيها اخوك شوقي. وانا جاهز ومستعد وقت ما تعوز يما. راجل من دهر راجل يا شوقي. بعدين لسه شوية وعلشان ما تسافر مصر وتجيب خبر الجوهري لازم يبقى فيه ترتيبات تانية. ترتيبات تانية؟ كيف يما؟ ايه اخبار عملية الخليج؟ ميرفا بتجيب بياناتها من على الانترنت يا فن. الو؟ لا فريد بيه مشغول، انا مدام شريفة مديرة مكتبه. ايوه يا عم حسنين. اه طب لحظه خليك معايا. في ايه يا شريفة؟ عم حسنين امين مخازن اليوب بيقول ان في حريقه جامده قوي في مخازن الخشب. حريقه في مخازن فيها بضاعه فوق 30 مليون جنيه. وعليه قد امرنا باخلاء سبيل السيد سعيد علي عمران من سراي النيابه. في عندك يا فريد؟ رئيس النيابة بعد ما اطلع على تحريات المباحث وقعد يقلبني سين وجيم ما لقاش دليل واحد يتهمني بيه بخصوص موضوع الحريق، فأفرج عني من سرايا النيابة. يا سلام، أفرج عنك من سرايا النيابة كده مرة واحدة؟ آه، وهم اتأكدوا إن ما لياش دعوة بالموضوع، لكن بصراحة كده وما خبيش عليك، أنا فرحت قوي لما عرفت إن البضاعة اللي كلتها الحريقة فوق 30 مليون جنيه. عشان افرحك اكتر، البضاعة فوق 37 مليون جنيه. سبحان الله، يمهل ولا يهمل، بس على الله نستطيع. عشان افرحك اكتر واكتر، البضاعة كان متأمن عليها وما خسرتش حاجة خالص غير تمن البنزين اللي وصلت بيه لغاية مكان الحريقة. اللي عايز حضرتك تتأكد منه وتبقى واثق منه تماما ان انا ملياش دعوة بموضوع الحرايق دي، لان ده مش اسلوبي ان انا احرق المخازن، لكن اسلوبي في الانتقام هتعرفه قريب قوي. اتكلم على قدك، اتكلم على قدك وشوف انت بتكلم مين. انا لما اتهمتك بحرق المخازن عارف انك انت مش قد الشغلانه دي، بس حبيت ابرمطك واجر رجلك وتبقى كعب داير ما بين الاقسام والنيابه. حلوه دي؟ ها ايوه عصام، ها ايه الاخبار؟ يا لسه؟ والله ما اعرف، يضرب الظالمين بالظالمين. خلاص بقى مش هوصيك، لو جالك اي خبر تبلغني فورا. ها شكرا. ابله سعيد يا حضره الناظره، اسمعي بقى اخر خبر. لحد دلوقتي مش قادرين يوصلوا للفاعل في حريق مخازن الجوهري،
انت يا بنت انت من الواضح ان موضوع فريد الجهري ده خلاص خلاك اشتغلتي مخبر. لا والله ابدا، كل حكايه موصيه زمالي في قسم الحوادث، لو سمعوا اي حاجه عن فريد ده يدوني خبر فورا. وطبعا الحكايه دي مش ببلاش، هما كمان كل كام يوم يقرروني ان كنت شفت حاجه سمعت حاجه، يعني بحكم ان احنا جيران. بس تعرفي بقى واضح ان الراجل ده كل ما الافتراء بتاعه بيزيد كل ما العنف ضده بيزيد اكتر. شوف يا شريفه، انا عايزك تعملي اجتماع مع امناء المخازن، عايزين نغير النظام بتاع الحراسه اللي احنا ماشيين عليه ده. عايزين نعمل 3 ورديات، والمخازن دي لو كانت كبيره زي العبور ولا السادات نقدر نكثف الحراسه 2 أو 3. تحت امرك يا فريد بيه. الحريقه دي تمت بفعل فاعل، معلش، بس الحمد لله ان احنا كنا مأمنين على البضاعه، كنا زماننا في كارثه. الحمد لله يا فريد بيه، ربنا ستر. انا عايزك تبلغي الشؤون القانونيه والعلاقات العامه يشوفوا لنا شركه ولا 2 من شركات التامين تيجي تغطي لنا كل المخازن مره واحده. تحت امرك يا فندم، تؤمر بحاجه تانية؟ لا متشكر. على فكرة يا شريفة، أوراق توشكا ما جاتليش لغاية دلوقتي والنهار خلاص هيعدي. معلش يا فريد بيه، المهندس مصطفى اتصل وطالب مهلة 2 علشان يقدر يظبط لحضرتك أوراق المناقصة كويس. خليه ياخد وقته، مهندس مصطفى ده مهندس كفء وعارف شغله كويس، والورق اللي بيطلع من تحت إيده بيقش دايما، عشان كده أنا عايز المناقصة دي بالذات تقش، عشان يبقى آخر مصبار في نعش سعيد عمران. يعني كنت عايزة أقول لحضرتك يا فريد بيه، يا ريت تخف شوية على سعيد عمران، لأن أنا ابتديت أقلق منه على حضرتك. مش بيله حاجة، أنا هفضل أمرمطه كده لغاية لما يقول حق برقبتي ويتزح من طريقي. لا، وحضرتك محارب جيد وقادر على ده. ما انت بقالي كتير بتشتغلي معايا وعارفاني عنيد ودماغي ناشفه، وما احبش ابدا حد ينتصر عليا حتى لو كانوا 1,000,000. سعيد عبران.